لابد أن العديد منكم مستخدمي منصة اليوتيوب قد توصلوا بهذا الإشعار المتعلق بأوكرانيا بعد الكورونا الآن أوكرانيا. وبالنسبة لهذه الرسالة الخاصة بالتعديل المتعلق بأوكرانيا، هنا يقول لك: بسبب الحرب في أوكرانيا سنوقف مؤقتا ميزة تحقيق الربح من المحتوى الذي يستغل الحرب أو يستهين بها أو يقبلها. هذا هو محور درسنا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها الإخوان الكرام في هذه الحلقة الجديدة. كما ذكرنا ففي السابق عند ظهور كورونا تلقينا مجموعة من الإشعارات فيما يخص هذا الأمر، يعني عندما تقوم بنشر محتوى متعلق بكورونا لا يتم إيقاف تحقيق الربح من القناة الخاصة بك، فقط سوف يتعرض الفيديوهات الخاصة بكورونا إلى كما قلنا التقييد أو غيرها. لكن اليوم بعد كما قلنا ظهور أو بعد الحرب على أوكرانيا، ذكرت اليوتيوب بأنها سوف توقف تحقيق الربح من المحتوى الذي يستغل الحرب أو يستهين بها أو يقوم بذكر هذه كما قلنا هذه العبارة في الفيديوهات الخاصة به، أو يقوم بنشر فيديوهات تتضمن بعض المشاهد الخاصة بالقتال أو العنف أو بعض كما قلنا الأشياء المسيئة للمتابع. لذلك فاضطرت جوجل إلى نشر أو إرسال هذا الإشعار إلى كل مستخدمي منصة اليوتيوب أو مستخدمي بصفة عامة كما قلنا منصة جوجل. يعني حتى لو كنت تقوم بنشر بعض المقالات فيما يخص مثلا مدونة بلوجر خاص بك أو ووردبريس، تقوم بحث أو تقوم باستغلال الحرب أو تستهين بها أو تقبلها، فهذا الأمر سوف يؤثر على الأرباح الخاصة بك، وربما سوف يتم إيقاف تحقيق الربح من خلال كما قلنا المدونة الخاصة بك أو القناة اليوتيوب الخاصة بك. لذلك سوف نقوم بمراجعة هذا المقال الذي كما قلت تم إرساله إلى كما قلنا إلى علبة الرسائل الخاصة بنا فيما يخص الإيميل التابع لحسابنا في جوجل أو يوتيوب. يرجو العلم بأننا ننفذ حاليا هذا الإجراء ضد المحتوى الذي يتضمن ادعاءات ذات صلة بالحرب في أوكرانيا في حالة انتهاكه لسياسة الحالية كما قلنا. فهذا الأمر فهو ومخالف لذلك يجب عليك عدم ذكر هذه الأشياء على كما قلنا القناة الخاصة بك أو على المدونة الخاصة بك أو غيرها. على سبيل المثال تحضر سياسة المحتوى الخطير أو الإزدرائي. ماذا تعني المحتوى الخطير أو الإزدرائي؟ المحتوى الخطير وهو المحتوى الذي كما قلنا نشر بعض المشاهد العنيفة أو الخطيرة أو التي كما قلت قد تؤثر على المتابع. كذلك المستوى الإزدرائي أي تقوم بذكر بعض الأشياء الخطيرة. على سبيل المثال سوف نقوم بفتح صفحة المتعلقة بسياسة المحتوى الخطير أو الإزدرائي. كما قلت تحقيق الربح من خلال المحتوى الذي يحرض على العنف أو ينكر الأحداث المأساوية، يهدف هذا التعديل إلى توضيح الإرشادات التي نقدمها للناشرين فيما يتعلق بهذا الصراع وشرحها بشكل مفصل في بعض الحالات. سوف نذهب إلى المحتوى الخطير أو الإزدرائي. كما تلاحظون هنا المحتوى الخطير أو الإزدرائي لا يسمح بالمحتوى الذي يحرض على الكراهية أو يشجع على التميز أو توجيه الإهانات للأفراد أو الجماعات على أساس العرق أو الأصل العرقي أو الدين أو الإعاقة أو السن أو الجنسية أو الحالة العسكرية أو الميول الجنسي أو الجنس أو الهواية الجنسية أو أي سمات أخرى مرتبطة بالتهميش أو التمييز المنهجي. كما قلت فهنا سوف أضع لكم إن شاء الله هذا المقال فيما يخص كما قلنا المحتوى الإزدرائي أو غيرها. سوف نعود إلى الرسالة الخاصة بنا. تشمل عملية إيقاف المؤقت هذه على سبيل المثال لا الحرص المحتوى الذي يتضمن ادعاءات بأن الضحايا كانوا مسؤولين عن مأساتهم أو الحالات المماثلة من لقاء اللوم على الضحية مثلا أو الادعاءات التي تفيد بأن أوكرانيا ترتكب أعمال إبادة جماعية أو تهاجم مواطنيها أو غيرها. على سبيل المثال هنا ف
بالنسبة لك أخي الكريم، يجب عليك عدم ذكر هذه الأشياء بصفة عامة على القناة الخاصة بك. هناك بعض الأشخاص يقومون بنشر مثلا بعض كما قلت توضيحات فيما يخص كما قلنا بعض المآثر المأساوية كما ذكروا هنا في بعض الفيديوهات الخاصة بهم، وهذا سوف يتم إيقاف تحقيق الربح من خلال القناة الخاصة بهم. كان هذا محور درسنا اليوم إخواني الكرام، قمت باختصار لكم الأمر حتى لا أطيل في عملية الشرح. أتمنى أن تكون الفكرة قد وصلت. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقات قادمة بحول الله.